مشاهدينا الكرام، مشاهدين دريم تي في في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عما يتساءلون. هنستكمل سوا الحوار الممتع والجريء اللي بدأناه في الحلقة السابقة مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر. إليك أفر من زلني فرار الخائف الوجلي. قضية خطيرة برضو مسألة العلاج بالقرآن اللي موجودة دلوقتي، بيقولوا بعض الدول بقت موجودة جماعي، علاج جماعي للناس. على أي حال أنت بتسألني عن العلاج بالقرآن، أنا من وجهة نظري العلاج بالقرآن مرحبا به، ولكن بمعنى إيه؟ أنك أنت لا قدر الله جيتني بتقول لي والله أنا شاعر بمرض كذا بمرض كذا، أنا أقرأ آيات من القرآن الكريم وندعو الله لك ببركة ما قرأته من قرآن كريم أن يشفيك الله، أو أنا أذهب إليك نقول لك أنا شاعر بكذا، أنت تقول لي اللهم ببركة القرآن الكريم اشفي فلان. هذا العلاج بالقرآن، ولا أعرف أي صورة سوى هذه الصورة. ممكن حد يقرأ لحد قرآن ولازم أنا أقرأ بنفسي؟ لا، يعني سواء أنت تقرأ بنفسك أو واحد يقرأ لك ويدعو الله ببركة القرآن أن يشفيك، هذا هو العلاج بالقرآن. نعم. لكن أن تذهب امرأة إلى رجل دجال بيقول بأن معالج القرآن، وتكون امرأة محرم، يعني هي مثلا يجوز له أن يتزوجها، وتذهب إليه وفي هذه الحالة يقول لها باسم القرآن بأنه يلمسها كذا كذا كذا، طبعا ده لون من الدجل، ولون من تفعله تكون غير عاقلة. نعم.